امتحان بتاعي. كانت بتجيبها لي. كانت بتجيبها لك في ايام الامتحانات. قالت لي اما الدنيا برد وانا هسيبها. قلت لها هي مرد. قالت لي لا ده انا هسيبها لاحمد واخليه يوديها المهدي كده بتموت عندها عم بتقول اخته جنب بنته. بس اهو مفيش حاجه اهو. حضرتك خالت مريم؟ ايوه ايوه انا خالت مريم. طيب وحمات اختها. وحمات اختها. وحمات اختها. ولها اختها متجوزه عندها؟ اختها الاكبر منها متجوزه عندي متجوزه ابني. ما حضرتك انا يعني هي ام ابراهيم بتقول ان يعني اخواتها البنات كلهم علاقتهم يعني علاقتها هي حتى كحما بيهم علاقه طيبه جدا. والله والله بص حضرتك انا عندي خمس بنات. واميره السته بتاعتي مرات ابني السته بتاعتي وهي اصلا هي عندها اقول لك اعز من ولادي كمان اللي هم ولادي انا لان هي اللي عايشه معايا في البيت. هي عايشه معايا في البيت. أيوة. انما انا ولادي بره عمال على ما يجوا بيته ليه هي بتلحقني الاول هي بتعمل لي كل حاجه. هي عايشه معايا بتعمل لي كل حاجه. طلباتك ايه يا حاجه؟ القصاص. قصاص. القصاص احنا مش عاوزين القصاص بس طلباتنا فيه القصاص ياخد اعدام ياخد اعدام زي ما ذبحت وخبطها كمان بالمطف جنبها الشمال غير الذبح يعني في خبطه جنبها الشمال غير الذبح يعني غير الذبح ده لا في خبطه بالسكينه كمان في جنبها الشمال يعني في غير الذبح في غسله بالسكينه في طعنه في جنبها حضرتك انتوا انا اللي مغسلاها انا اللي واقفه على الغسل بتاعها في طعنه كمان في جنبها الشمال لا حول ولا قوه الا بالله يصبركم ربنا حسبنا الله ونعم الوكيل يعني انت ده كله ليه؟ ده كله ليه؟ ده هو قتل مع عصابه الاصرار والترصد. يعني هو قتل عامد. طب ده ليه؟ احنا عاوزين نعرف ليه؟ طيب هو يبقى عبره. انا هشك عليك يا ام ابراهيم معلش سامحيني بس انا عايز اعرف من حضرتك الجزئيه. هو ده طب هو ذبحها ليه؟ يعني الناس الشهود اللي كانوا معانا امبارح في النيابه قالوا ان هو نزل الشارع وهو بيقول انا ذبحت مريم. انا ذبحت مراتي. ليه؟ ذبحها ليه؟ بنتها بنتهم كانت موجوده وقت كانت موجوده بس كانت نايمه دلوقتي في صغيره عندها 3 سنين. طب هي فين دلوقتي؟ هي موجوده عند بنت اخوها. عند اختها يعني. صبرك يا خالد. حضرتك والد ايوه والد مريم. بعد اذنك بقى ممكن احنا فيجو.